معرفة المزيد من القاهرة ينضم إلينا مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أهلا بك معنا سيد رامي، نريد أن نعرف منك تفاصيل هذا الانفجار، تفضل. نعم بالفعل 4 قتلى من عناصر القوات النظام وإصابة 5 آخرين بجراح نتيجة الانفجار الذي وقع في حي القصور قرب مسجد. طبعا دعينا نقول أن نظام وميليشيات ولا النظام كون أن يوجد في داخل مدينة دير الزور ميليشيات إيرانية. الانفجار وقع في حارة الشريدات بالقرب من مسجد الفتح. لا يعلم إذا ما كانت حقيقة الأمر سيارة مفخخة وحاولوا تفكيكها وانفجرت بهم، ولكن بالنهاية هناك من قام بزرع ألغام سواء كانت سيارة مفخخة أو ألغام انفجرت بعناصر قوات النظام داخل مدينة دير الزور، وهو تطور لافت. الهجمات سابقا كانت تكون على القوات الإيرانية وقوات النظام عند أطراف المدن في يعني ترصد من قبل تنظيم داعش أو قوات النظام والقوات الإيرانية عندما يخرجون من هذه المناطق، ولكن اليوم الهجوم بسيارة مفخخة داخل مدينة دير الزور بعد سنوات من إعادة النظام السيطرة عليها، هذا يدل على شيء واحد، بأن النظام ليس بالقوة التي يتحدث عنها وأنه مسيطر على هذه المناطق من رغم من ما يقوم به الآن من ما يعرف بالمصالحات في دير الزور. تطور لافت سواء كان العبوات داخل السيارة أو كانت سيارة مفخخة، ولكن بشكل قطعي ليست سيارة انتحارية كون أنها يعني وضعت في مكان ومن ثم أدى انفجارها لمقتل 4 عناصر نعم. قوات النظام والميليشيات الموارية. نعم. أرجو أن تبقى معي، سنتوقف نشاهد صور للسيارة كما تشاهدون، هذه صورة السيارة المفخخة التي أدت إلى مقتل 4 جنود من قوات النظام. وكان المرصد تحدث وقال بأن هناك انفجار مجهول في هذا في حي القصور بدير الزور، وهذا الحي يعتبر خاضع لسيطرة النظام والميليشيات الإيرانية. طيب سيد رامي، أنت تحدثت بأن ذلك يدل على أن سيطرة النظام ليست بذات القوة التي يصفها في وسائل الإعلام، من ممكن أن يكون استهدف قوات النظام؟ قد تكون داعش حقيقة الأمر، ولكن دعيني أقول لك بأن لنذكر المشاهدين يعني الكثير لا يعلم بأن محافظة دير الزور أو الجزء الخاضع لسيطرة النظام من المحافظة هو بالفعل خاضع لسيطرة القوات الإيرانية وميليشيات إيران. يعني إذا تحدثنا وعدنا هذا الكلام وكررناه من البوكمال حتى الحدود الإدارية مع محافظة الرقة، كل هذه المناطق هي تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني قيادات من حزب الله اللبناني بالإضافة لميليشيا فاطميون وميليشيات أخرى من غير إيران، وتواجد قوات النظام فيها هو تواجد شكلي وليست سيطرة حقيقية على هذا الجزء من الأراضي السورية. أنت قلت بأنه قد يكون الاستهداف من قبل تنظيم داعش، هل معنى ذلك بأنه سينشط تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة أم ماذا؟ وهو بالفعل نشط، وهو ينفذ عمليات شبه يومية سواء بالمحافظة دير الزور الرقة البادية السورية، هناك عمليات شبه يومية من قبل تنظيم داعش تستهدف قوات النظام والمجموعات الموالية لها وبشكل أقل ميليشيات إيران المتمركزة في البوكمال بشكل أساسي أو ما يعرف بطريق قاسم سليماني الذي أصر قاسم سليماني على عادته للعمل وهو طريق طهران بيروت في هذا الجزء من الأراضي السورية. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من القاهرة رامي عبد الرحمن.